صراحه. الجمهور تبارك الله كان جمهور رائع وكان حضور كثير، ما كنتش انتظر بان هذا الجمهور. وتنشكر شوف التي في، شكر جزيل جزيل الشكر، لان هذا الجمهور ما عمري كنت انتظره، ما عمري كنت نعرف بان مهرجان الشبابيات تيقوم باعمال جيده، والحمد لله كل شيء داز على ما يرام. والالبوم الاخر ديالي هو من حبه درت قبا، كان من انتاج وتوزيع الشركه ديسكو مايا، الملحن رشيد املوي من اكبر الملحنين، والحمد لله البوم ناجح في السوق وغادي كما يرام. يعني بصفتي يعني كسر.